أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى أمك المظلومة الزهراء وعلى الدماء السائلات بين يديك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة روحي وأرواح من في الوجود لك الفداء وأقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء كربلاء لا زلت كربا وبلاء ما لقي عندك آل المصطفى كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا ليس هذا لرسول الله يا أمة البغي جزاء جزروا نسله جزر الأضاحي جزروا نسله جزر الأضاحي وساقوا أهله سوق الإمام ولي ميتا تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا وصريعا عالج الموت بلا شد لحيه ولا مدي رداء موالي
غسلوه بدم الطعن وما غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى بسبع السما ضجات وبسبع الأراضين والكان كله من قلاب لمصيبة مرحبا مرحبا بسبع السما ضجات وبسبع الأراضين والكان كله من قلاب لمصيبة للمصطفى خلي البكا والنوح كله لا ينكشف لك جان شفت شلون شكله في الماتم قابض على الشبه والمدمع يهل حاسرا راسه وبجنبه ابو الحسن بعد من وياك قاعد واما الحسن با والصفا وان كان تدري ايد على خاصرته وينادي يا ظهري يا خليصي يا زهرتي بعمري وما اقدر اوصف حال مكسورة الضلع من واحد الواحد وسط الماتم تدور ان شاء الله تمر علينا الزهرة ان شاء الله تمر علينا وتمزع على صدورنا المحروقة المهمومة من واحد الواحد وسط الماتم تدور تنادي يا شيعة ذوبنا يوم عاشور وانساني ضلع الذي بصير الباب مكسور وانساني يسقط جنين ولطمت يا حسين لجلك صبت الزهرة دمعها ونسيت لطم قدها مع كسرت والحور والولدان ترويعك فجعها كل المصايب هونات مصيبة على حسين وحزني على حسين وولي وإذا ابتلت بمعضلة وشقت جابك اذكر حبيب المصطفى وتنسى حبيبك ولا من ذكرت مصيبته الله يثيبك مطروح بالغبرة بلا راس ولا يدين ولكن الأمر لله وعلى ظالميهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والعاقبة للمتقين
ورد في الرواية عن إمامنا الصادق جعفر بن محمد من أتى قبر الحسين ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة وحط بها عنه سيئة. صدق إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. حديثنا انطلاقا من هذه الرواية المباركة حول أدلة استحباب المشي إلى زيارة الحسين عليه السلام. هذه التظاهرة المليونية التي نراها في هذه الأيام من المحبين الذين أحبوا الحسين واختلط حبه بلحمهم ودمهم فأخذوا يسعون إليه مشيا على أقدامهم، ولكن مع الأسف أنك تجد أناسا يحاولون أن يعملوا على تشكيك الناس في الشعائر الحسينية، فعند كل بداية موسم تسمع كلاما ذات الكلام يعاد. ليس من الطرف الآخر المعادي، بل من داخل الوسط تنطلق حملة التشكيك. نسمع مثلا قائلا يقول هذا الكلام، دققوا في الكلام المهم، يقول ماذا يريد منا الحسين، هكذا نسمع كلمات. يقول أحدهم الحسين لم يقتل لنبكي عليه، بل قتل لنستلهم الدروس والمواعظ من سيرته. آخر يقول إن الحسين لا يريد منا أن نبذل الطعام في المآتم أو أن نبذل الطعام في المواكب، بل يريد منا أن نأخذ هذه الأموال ونعطيها الفقراء والمحتاجين. وآخر يقول إن الحسين لا يريد منا أن نمشي له ونسعى إليه أياما، بل يريد منا أن نفتح العقول ونبني الجامعات ونطور العلوم. وعلى شاكلة هذا الكلام، بل زاد بعضهم قوله عندما قال لو كان الحسين حيا بيننا لم يرضى بكل هذا. ما راح يرضى، يقول لك انت جايب فلوسك الماتم والناس تضج من الفقر من الجوع. عجيبة هذه الثنائيات أيها الأحبة. انت ليش تقول لي بدل أن أفعل كذا أفعل كذا؟ ليش أنت ما تجمع بين الأمرين؟ أن تقول كما يريد منا الحسين أن نبكي عليه، يريد منا أن نعطي الفقراء مثلا، يريد منا أن نمشي إليه، ويريد منا أيضا أن نهذب أنفسنا وأرواح. هذه الثنائية خطيرة جدا. يعني أنا لما أعطي الفقراء هذا المال الذي آتي به إلى المأتم، هل أقضي على ظاهرة الفقر؟ انتهي الفقر بعد؟ وسبحان الله، هذا الممسك تجده في كل شيء، ممسك الفقراء تجده في كل شيء. يعني قال لك لا تبذل في المأتم،
أعطي الفقراء. يجيك واحد وقالها بعضهم إن الإمام علي والحسين ما يحتاجون أن ما يريدون أن تذهبوا قبورهم وقبابهم، أعطوا الفقراء. لا تسووا سفة بنين، أعطوا الفقراء. وهكذا. ألم يجعل الشارع المقدس للفقراء موارد؟ موارد لهم في الصدقات، في الأخذ الخمس، في الزكاة، في كذا، في غيره. إلا القضية تكون مع الحسين. إخواني، إذا ابتعدنا عن هذه المظاهر، مظاهر المشي، مظاهر الإطعام، مظاهر البكاء، شوية شوية نفقد هذا البريق، إلى أن يقولون بعد لا تنصبوا العزاء واجعلوا المأتم كما يدعو بعضهم، اجعلوا المأتم فقط درسا نظريا ومحاضرة علمية وانتهى الموضوع. بعد ما يحتاج أنك تأتي وتنعى وتقرأ والناس تبكي. لكن أنا وأنت من نتبع؟ نتبع هذه العقول أو نتبع الروايات المأثورة؟ عندنا عدة روايات دلت على استحبابية المشي إلى الحسين، بل بعض الروايات قالت مو بس المشي، بل المشي حافيا. مو بس أن تمشي، بل أن تمشي ماذا؟ حافي. موجودة. احنا نتبع كلامك أنت أو نتبع الروايات؟ شيء يؤلم، شيء أذي. ما لكم والحسين؟ الروايات تنقسم إلى قسمين أيها الأحبة. الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا، إما أن يرى دليلا خاصا تكلم عن القضية فيفتي، إذا ما حصل دليل خاص شو يسوي؟ يرى هل هناك دليل عام تندرج تحته هذه القضية أم لا، فيفتي على طبقها. والمشي إلى الحسين عليه السلام فيه كلا الدليلين، الدليل العام والدليل إيش؟ الخاص. الدليل العام ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وآله: ينقل هذا الحديث كلا الطرفين من المسلمين. ماذا يقول النبي؟ يقول: أفضل الأعمال ماذا؟ أحمزها. إيش معنى أحمزها؟ يعني أشدها. أفضل الأعمال أحمزها، أي أشدها. إخواني، أنا شلون أفاضل بين الأعمال؟ أنا الآن لو عندي عملين في وقت واحد، عملين في وقت واحد مستحبين، اثنين هم مستحب، إيش أختار؟ هذه قاعدة اسمها قاعدة التزاحم. قسم يقول أختار الأكثر ثوابا، أشوف أكثر ثواب وأروح. هذا عليه 100 حسنة وهذا عليه 1000 حسنة واثنين في وقت واحد، قال أروح لبو 1000 حسنة. مثلا إذا أنا في المسجد وإمام الجماعة يصلي مثل ما نقول تلاحي فرض ولا فرض، أنا الآن إما أن أصلي نافلة المغرب أو أن أسبح تسبيح الزهرة عليه السلام، إيش أختار؟ قال أختار ماذا؟ تسبيح الزهرة. ليش؟ لأن تسبيح الزهرة ثوابه أعقى وأعظم من ثواب ماذا؟ النافلة. لأن في الرواية إن تسبيح الصديقة فاطمة أفضل عند الله من 1000 ركعة مستحبة. أنا مثلا في المسجد، ودخلت المسجد وأسمع خطيب يقرأ في المسجد، قراية في المسجد، وأنا دخلت الآن أنا عندي أمرين: إما أن أصلي ركعتي تحية المسجد، أو أن أجلس وأسمع مأتم الحسين. شو الأفضل؟
شو الثواب؟ قال الجلوس في مجلس الحسين والاستماع أفضل. شنو ركعتين تحية المسجد؟ حتى قراءة القرآن لا تأتي شيء أمام الجلوس في مجلس الحسين. مع الأسف شوف البعض يقرأ قرآن والخطيب يقرأ، أغلق القرآن واستمع لذكر الحسين أفضل. عندنا خلط أحيانا في المفاهيم. أنا أختار الأفضل، أختار الأعظم ثوابا. قسم من الناس يقول لا، أفضل الأعمال أحمزها يعني أشدها، بحيث أن خير الأعمال من فيه شدة على النفس، والمشي إلى وزيارة الحسين مشي أعظم أشاد لو ركوب. أروح بالسيارة لو مشي أشاد أتعب، قال المشي أتعب، قال فإذا المشي ماذا أفضل. يعني أنت بعقلك بعقلك، هل يمكن أن يكون ثواب الذي يذهب إلى زيارة الحسين راكبا كالذي يذهب إلى زيارة الحسين ماشيا؟ اثنينهم نفس الثواب؟ قال لا، بل ذاك أكثر، لأن أفضل الأعمال أحمزها. الإمام الحسن سلام الله عليه مشى 20 سنة إلى الحج مشيا، من المدينة إلى مكة يطلع مشي 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 400 كيلو. الآن 400 كيلو في الطريق، يعني يمكن في الزمن السابق يعني أكثر، طريق طرق الرملية. الآن مدينة مكة كم؟ 400 صحيح أو 400 وعليها شوي. فشلون في الزمن السابق بعد يمكن مو طريق، بعد هذا يمكن شق الطريق وسوى الطريق، لا يمكن يحتاج إلى أكثر من ذلك. والإمام يقضيها مشي، لأن العبادة لا بد أن تظهر فيها التذلل، تذلل بأن تتعب نفسك في العبادة. كن إحنا مع الأسف نريد الرفاهية في العبادة، إذا بنروح الحاج إذا بنروح الزيارة نشوف لنا أرقى الفنادق وأرقى الأشياء وسائل الراحة، وعسم صاحب الحملة هذا مسكين يعني يغلط غلط وكذا ويمشيهم مسافة تقوم القيامة. تمام، طريق طاعة، طريق طاعة، هذا تتعب نفسك. ما أحلى التعب في سبيل الله. أنا مستعد أن أسوي العمل الفلاني المباح وساعات أطول فيه، لكن إذا أجي إلى صلاتي ما أقدر حتى دقيقة أخذ فيها، أمل منها. فإذا هذا دليل يسمونه دليل عام، أفضل الأعمال أحمزها أشدها، دليل عام. عندنا روايات، أريد أن أقرأ عليك نصا، عندنا روايات كثيرة وردت في ثواب المشي إلى قبر الحسين عليه السلام، نذكر منها جزءا، ونسأل الله أن يحفظ الزوار وأن يبلغكم إن ما بلغتم السنة، أن نكون السنة القادمة معكم عند الحسين يا الله ببركة. الصلاة على محمد وآل محمد. عند الحسين عليه السلام أن يبلغكم بإذن الله. بعد فهد يدور له واحد السنة جاي. في الرواية عن الحسين بن علي عن أبي فاختة قال: قال لي أبو عبد الله الحسين، أبو عبد الله الصادق عفوا، يا حسين من خرج من منزله يريد زيارة الحسين بن يطلع يريد زيارة الحسين بن علي بن أبي طالب، إن كان ماشيا يروح مشي شو ثوابه؟ كتب الله له بكل خطوة حسنة وحط بها عنه سيئة، حتى إذا صار بالحائر كتبه الله من المفلحين، وإذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين. اسمع اسمع حتى نشوقك، حتى إذا أراد الانصراف يطلع خلص الزيارة، أتاه ملك فقال إن أنا رسول رب رسول الله إليه، ربك يقرئك السلام
ويقول لك استأنف العمال فقد غفر الله لك ما مضى. شايفين المولود عندما يولد شلون صفحة ماذا؟ ما عليه شيء. قال كذلك يرجع زوار الحسين. يقول ابدأ كأنك اليوم بديت، كأنك توك وصلت مرحلة البلوغ. كل اللي راح كله غفرناه لك. الرواية الثانية هنا قال بكل خطوة حسنة وحط سيئة. هنا قال بعد سمعت أبا عبد الله عن أبي الصامت يقول من أتى قبر الحسين عليه السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة مو حسنة 1000 حسنة وحط بها 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. آخر رواية ما أريد أطيل، من أتى قبر الحسين ماشيا كتب الله له بكل خطوة وبكل قدم يرفعها ويضعها عتق رقبة من ولد إسماعيل. الله أكبر، ما أعظمك يا حسين. أخواني الحسين أراد منا بهالمآتم وهالمجالس وهالشعائر، الله أراد الحسين أن يزار بهالطريقة، أهل البيت أرادوا الحسين أن يزار بهالطريقة. إحنا ليش نسمع كلام زيد وعمر وأنا أنظر إذا الروايات؟ الحسين أراد أن يربي أرواحنا يا جماعة. شوف أنا الآن مثلا من اليوم لبكرة لو يجي واحد من اليوم بكرة ينصح فيك ويعظك ويعلمك الأمور ويعطيك الأمر بالمعروف، ولو تجي لواحد مذنب تحاول أن تقنعه فعلا بعد، لكن هذا الاقتناع شيء واحد بس شيء واحد يقنعه. شوف لما ينظر نظرة إلى ضريح الحسين، كم ناس غيرتهم فقط عندما نظروا إلى قبر الحسين، تغير سلوكيا تغير روحيا. قسم يقول أنا في طريق المشاية أبكي بكاء يمكن حتى ليلة عاشر ما أبكي، لأن يتصور هذا اللي المضائف باسمه ما أكل وما شرب 3 أيام. يقول الشيخ الششتري هكذا الششتري يقول عجيب الحسين، يقول من قتل عطشانا يسقي الملايين من مائه، ومن حرم الطعام الكل يأكل من مائدة الحسين. يا أبا عبد الله، احنا من وين عدنا الخير إلا من الحسين؟ الإمام المصلح يقولون أنه يقول كل إنسان أمره الله أن يسعى وراء رزقه، وخادم الحسين أمر الله رزقه أن يسعى وراءه. ما لنا عزة ما لنا كرامة إلا بالحسين. وهذا البيت اللي مكتوب في أغلب المواكب، أغلب المواكب في كربلاء كاتبين هذا البيت، كل الخدم تنهان شفناها بالعين، بس بكرامة عيش خدام الحسين معزوز من يخدم الحسين. أنا ما كاسب عزي من تعلقي بالدنيا، كاسب عزي من الحسين. وإلا أنا لو تخل يعني تفرغني من هالإضافة أحقر الحقراء، ما لي قيمة. لكن شو اللي يرفع قيمتي؟ أنني أضفت إلى الحسين. يا أبا عبد الله دخيلك سيدي، اطلبنا وسجلنا إليك. ما هو حالك وقد اقترب وقت الزيارة وأنت ترى بعينيك القوافل تذهب إلى كربلاء؟ ترجع الآن إلى بيتك شوف الشاشة ملايين تمشي إلى الحسين وأنت جالس في هذا المكان، تشوف الآن أغلبهم يمكن بكرة بعد بكرة آخر ناس تروح كربلاء،
قبل الماتم يقول لي واحد انا قبعد يومين راح اروح للعزيز، شو تقول له هذا اللي بيروح؟ شو تقول له؟ بالله يا قاصد كربلاء عجل مسراك، وان كان قاصد بو علي باروح. يلا حياك الله حياك الله شيعي، اعيد عليك ها. بالله يا قاصد كربلاء عجل مسراك، وان كان قاصد بو علي باروح. عجل مسيرك شان قاصد أرض الطفوف، احمل هالرسالة واعمل ليل معروف، سلم على اللي قطعوا جسمك بالسيوف، يأذيك هالشطر يولا والزم ضريح حسين بشمالك ويمنا، الزام ضريح علي وصلت الغاضرية. ون 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 ونة المشتاق، الزام ضريح علي وصلت الغاضرية، سلم على المظلوم وانصار وسلم على اللي رضى ضاد صدره لع، الزام سلم على المظلوم وهل دموع عينا زائر. اذا رحت كربلاء اريد منك تبلغ رسالتك، اسمع الرساله الاولى، سلم على المظلوم ون وياي واحمل هالرسالة، قل له صدق صدرك داس الشمر وصدق راسك على راس الرماح، أين الصارخون صرخة صرخة عالية يا حسين. يلا بمشي مع السلامة. قال بعد باقي رسالة عندي، إن شاء الله تبلغ هالرسالة إلى الزوار، يبلغوها الحسين. إيش عندك يا موالي؟ سلم عليه وناشد عن يوم عاشور، يوم العدا سدت رحب الفضا ورحب البرور. شو السؤال؟ يقولون العزيزة الغالية ركبت على كور. صحيح صحيح أبو علي، وهي اللي بخدرها تخدمها الأملاك. يا زوار إذا رحتون كربلاء ومسكتوا شباك الحسين، قولوا له صحيح اختك سبوها يا أبو علي، بس لك سؤال مولاي، صحيح الشمر ضرب زينب على متوه؟ اي انتو رحتوا كربلاء شفتوا ضريح وقبر وودعتوا ضريح وقابر، لكن زينب عندما ودعت هل رأت ضريحة؟ هل رأت قبرة؟ تقول لزين العابدي انظر إلى القتلى، هذا على يمينه وهذا على شماله، فانظر إلى والدك مكبوبا على وجهه. يقول نايم أخويا أجلاور نوم، والله نايم أخويا أجلاور حر الشمس غير رسومه
الثرى ومسلبة. لا تقول ما عندك شمر ولا تقول ضيعت. أنا ماشي يا حسين قوة تقعد وشوف الشمر بيا سوى صوت علم توني. يا سائق الأضعان قف لي هنيئة فها هي إخوتي فوق التراب. نيامو يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. عجل فرج ولي أمرنا بيمنه وبركاته. اشفي كل مريض اقضي كل حاجة يسر كل أمر عسير فرج عن كل مهموم. الحاضرون احفظهم المؤسسون تقبل عملهم. اللهم احفظ زوار الحسين يا الله وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.